الله يعطيك العافيه. بدي فكرت اللي راجل عليها خليها تيجي لقلق مني معلش والله عم صرنا سنتين ثلاث سنين وقت رجعنا على فمي لقينا شو دمار مدمره كلها يعني ما في بيت ولا في بيت كمان طلعت الكاميرا هيك ليك طلعها شوف عينك ما في حيط واقف طلع الدور شلون كلها دمار وقت اللي رجعنا بدنا نحاول يعني نصلح بيت نتقوى فيه ما في لا مي ولا في كهرباء ولا في خالص عانت خلية لطمين بنزوح مدة 4-5 سنوات بعد اتفاق اللي صار اتفاق سوتشي عاد قسم مليح من الاهالي عاد بحدود 150 ل 160 عائلة رجعوا ما في مقومات حياة نهائيا خالص خدمات معدومة يعني الناس عم بتقاوي عم تعمر بغرفة ناس عم تسخفها بعوازيل ناس يعني ما في يعني الامكانيات المادية معدومة لي 5-6 سنين ونضيع على ضيعة والله ملينا من الغربي ومن أهانات الناس ومن أجارات البيوت ورجعنا آخر شيء على ضيعتنا لما الحمد لله قالوا إنه في أمان لقينا البيوت طابة على الأرض لا تنسكين ولا بينقعد فيها وعملنا بها على قدرتنا على حطينا خرجية الشتوية عم نحطها بأجرة عمار وأجرة شغل وأشبلية شاكين أمرنا إلى الله